الأستاذ أشرف ابن السيدة سعاد ثابت على التليفون. أستاذ أشرف، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محفوظ، عامل إيه يا باشا؟ الحمد لله. الحقيقة إحنا يعني متضايقين جدا ومنزعجين جدا من هذا القرار اللي صدر بحفظ قضية الوالدة الكريمة، ونحب نبلغك إن إحنا كلنا قلوبنا معاها ونشعر بالألم الشديد اللي أنتوا عايشين فيه. من فضلك يعني وصل لها هذه الرسالة، ومن فضلك تقول لنا يعني ايه شعورها حاليا وايه شعور حضرتك بالنسبة للأمور دي كلها. الشعور كله احباط وشعور مش كويسه، بس للاسف سيدنا الانبا مكاريوس طلب مننا ان احنا ما لا نعمل مداخلات ولا نظهر في الاعلام تاني، وهيسيب القانون ياخد مجراه لما نشوف يعني اخره القصه هتبقى ايه. يعني قضيه واضحه زي عين الشمس وبتتحفظ، فهو هيسيبها للقانون وللقضاء نشوف هيعمل ايه. فهو يعني عمل على الصفحه بتاعته ان الاسره دي بتشكر الدنيا كلها لان رسالتها وصلت، وهنسيب القانون ياخد مجراه. طيب دلوقتي لما حضرتك بتقول نسيب القانون ياخد مجراه، ايه الخطوه التاليه؟ احنا عارفين ان النيابه قررت تحفظ هذه القضيه، ايه الخطوه القانونيه اللي جايه؟ الخطوه القانونيه ان احنا قدمنا تظلم للنائب العام المحامي الاستاذ ايهاب، يعني والمحاميين قدموا تظلم للنائب العام وحطوا معايا الفيديوهات اللي انت عرضتها سيادتك دي. ايوه. ويعني هيشوف النائب العام هيقبل التظلم والطعن ولا مش هيقبل. طيب انتوا عندكم اي فكره او معلومه لماذا النيابه قررت انها تحفظ هذه القضيه؟ طبعا. ايه السبب؟ بيقولوا انه مفيش ادله يعني؟ السبب عشان لا 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 عشان نبقى ناخد بالجزمه فوق دماغنا، ولما يجي حد من بيت العائله نبقى نصطلح، ما نعرفش حاجه اسمها قانون. يعني بيقول لك انت امشي مع القانون بس مش هيعمل لك حاجه القانون، هتاخد بالجزمه ثاني مره وتصطلح. يعني انت حضرتك بتشعر انه قرار النيابه بالحفظ هو محاوله لاذلالكم وقبول الصلح؟ طبعا. امال ايه؟ يعني اشمعنى قضيتي انا اللي ما فيهاش شاهد وحيد ولا فيها اي اثبات غير طفله 11 سنه حافظه كل الكلام ده، هو كلام حفظ. يعني ازاي واحده ست معلش هتعمل حركه غلط وبتقول لبنتها، يعني البنت على التلفزيون بتقول ده ماما كانت بتقول لي كل حاجه، يعني ازاي حاجه مجرفه هتقول لبنتها عليها؟ يعني هل الكلام ده ملوش تحليل؟ من الواضح انها مش قصه في ناس ملفقه. مش في ناس بتحلل الكلام ده؟ ازاي طفله امها هتعرفك كل حاجه عشان كلمه يحفظوها كلام محفظ، لان القاضي بتاعهم قال لهم انتوا كده هتلبسوا بحيطه، لازم تعملوا قضيه. ده الكلام اللي وصلنا. طيب دلوقتي انا فاهم انه عائله المعتدي الان عادوا الى القريه وانهم مفتخرين بانتصارهم في هذا الامر، هل الكلام ده له اساس من الصحه؟ طبعا. بيقولوا خلي السيسي ينفعكم. بيقولوا خلي السيسي ينفعكم. خليه ينفعكم. بيقولوا خلي السيسي ينفعكم، احنا دينا عملنا وبعيننا، يعني بيقول لك احنا ولا همنا. هل حضرتك خلي السيسي بتاعكم ينفعكم. هل حضرتك الان انتوا عايشين في مكان بعيد عن القريه، هل في اي امكانيه ان انتوا تخشوا القريه، او حتى لو جاتكم حقكم هل الست سعاد الوالده ممكن تواجه الناس بعد كده؟ لو كان في قانون وكل واحد خد حقه كان ممكن نرجع القريه، انما لا قانون ولا حق ولا اي حاجه، فمش هينفع خالص. يعني ازاي؟ ما ينفعش. طيب والبيوت اللي اتنهبت واتكسرت واتحرقت ايه وضعها؟ وضعها ان الجيش صلحها حيطان وواقفه كده، ما فيهاش اي حاجه. الجيش صلح البيوت دي؟ عباره عن حيطان مكان الشطب، الشطب الجيش، يعني الجيش شطب على مستوى عالي بس ما فيهوش اي حاجه معيشه. ايوه. وانتوا طبعا لا تستطيعوا حتى العوده لبيوتكم. لا، واحنا كده كده مش قادرين نرجع اساسا للبلد. هل في يعني قبل حفظ القضيه كانت بتجينا كميه تهديدات رهيبه ان احنا نصطلح، دلوقتي من بعد القضيه ما اتحفظت بتجينا تهديدات ان هم لسه برضه ما عملوش حاجه، لسه يعني عايزين ننتجمه تاني لما طبعا القضيه طلعت على فشوش. طيب وفي حسب ما سمعنا من
مدام سعاد ان في قضيه مرفوعه عليها تعويض مليون جنيه. ما طبعا رافعين قضيه رد شرف على اساس احنا اتبلينا عليهم او احنا كدبنا عليهم او هم ابرياء واحنا ظلمناهم. يعني واحد بريء وانت ظلمته من حقه يرفع عليك قضيه رد شرف. ايوه. يعني مش النيابه ساعدتهم على ان انت ما عملتش حاجه؟ مش النيابه كذبت الواقعه دي؟ فلازم من حقه يرفع قضيه رد شرف. ايوه. هو اللي بيشعر انه شرفه قديم. احنا حاسين ان احنا عايشين في دوله ما فيهاش قانون ولا فيها حج ولا فيها اي حاجه، لا مبناه، المسيح ده ملوش لازمه في الدوله دي اساسا. هذا امر يعني صعب جدا. هل في اي امكانيه ان احنا نكلم مدام سعاد لو هي موجوده؟ بس لا، هي مش موجوده معايا حاليا، انا بره. طيب. طيب استاذ اشرف عبده، يعني احنا اردنا ان النهارده نكشف الامور دي كلها ونضعها امام المسؤولين، وباسم حضرتك وباسم السيده سعاد امنا كلنا بندعو النائب العام ان يفتح التحقيق مره اخرى. الادله لا ليس فيها مجال للشك من الواضح، وهذا القرار مش بس اهان الاسره بتاعتكم انما اهان القضاء نفسه واهان سياده الرئيس واهان الشعب المصري كله. لابد ان يعاد التحقيق في هذا الامر. ما تعرفش، حتى لو عاد التحقيق بقينا هتبوظ القضيه، لان القضيه واضحه زي عين الشمس. بس ما تعرفش، يعني زي ما قلت لك في الاول ان مفيش، ابقى ترضى بقاعده عرفيه وخلاص، انما كده كده القانون، يعني القانون بتاعي والنيابه بتاعتي وكل حاجه بتاعتي. ايه يعني؟ يعني على راي المثل اللي بيقولوه، هتشكي الواد لابوه؟ مش هينفع طبعا. احنا لابد، ملهاش حل يعني. استاذ اشرف، يعني ارجو الا تفقد الثقه والرجاء، واحنا بنرفع هذا الامر الى النائب العام نفسه والى سياده الرئيس اللي دايما بيتابع احداث البلد واللي متفاعل دايما معاها واللي هو بنفسه اعتذر للسيده النهارده. السيده اهينت مره اخرى لا تقل اهانه عما اهينت به في اول مره، فاحنا لذلك بنرفع هذا الامر. لا، ده اكتر يا استاذ محفوظ من اول مره. أيوة. يعني دي اهانه اكتر من اول مره. بس احنا برضو لحد دلوقتي عندنا ثقة في سيادة الرئيس، وعندنا ثقة في النائب العام ان هو راجل محترم، ومش هي يعني عندنا احساس ان هو هيفتح القضية وهناخد حقنا، متمسكين بالقانون برضو. هو ده اللي احنا لابد ان نبقى متمسكين بالقانون، وعندنا ثقة انه القانون في النهاية لابد ان ياخد مجراه ويعمل الحق. يعني المشكلة مش في ان التحقيق اتحفظ باهمال او بغيره، لكن لابد ان في النهايه ان الامر ياخد حقه، لانه دي ما فيش، انا ما شفتش قضيه موثقه بدلائل واضحه. احنا قدمنا بعض الدلائل في الفيديوهات اللي قدمناها اكتر من هذه القضيه. زي ما حضرتك قلت، القضيه بتاعتك مجرد كلام يتقال واشاعات تطلع ويحاولوا يثبتوها، والقضيه الواضحه المثبوته يتركوها. هذا امر يعني مذهل. استاذ اشرف، انا وبرضه احنا ثقتنا في ربنا والهنا قوي، يعني حتى لو ما خدناش حقنا على الارض هناخد حقنا في السماء. اشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا، ومن فضلك بلغ ان السيده سعاد ان احنا كلنا قلوبنا معاها وصلواتنا معاها، وان احنا مش هنسكت لغايه الحق ما ياخد مجراه. شكرا جزيلا. شكرا، اتفضل.